وش معنى انت طيبه زماني خلاك بعيده مع انك اميره متوجه وانت زي ما انت وحيده. حافظ مكي ابن جدك، حافظ شاعر بس مقل، يمكن عمل اغنيه كمان زمان لعلي كوبان، مين الحلوه السمره دي، غناها فين؟ في المانيا وبره، لغايه دلوقتي بياخد فلوس من جامعات الاوليفيه والريال. عشان هدي المناسبة إن شاء الله بقول شيلة بعنوان وش معنى أنت طيبة؟ وش معنى أنت يا طيبة؟ زمانك خلاكي بعيدة مع إنك أميرة متوجة وأنت زي ما أنت وحيدة. مين السبب في غربتك؟ أنت ولا قدرك واسمتك؟ رياح كفارك بعطر بسمتك، رسم احزان بعدك بدمعتك، صدى لداكي بتصرخ بنسمعه انا والقلوب الجريحه. مش بس انت اللي بتحلمي، ده حلمنا صبحت مريره، يمكن قدرنا واحنا في صلاتنا يقبل دعانا وترجعي لينا، وحلم امبارح تشاور لنا لجنه طيبتك يا حنينه يا اميره. وش معنى انت يا طيبه؟ زمانك خلاكي بعيده مع انك اميره متوجه وانت زي بنتي وحيده يا نوبة. في الحقيقه طبعا ما تعيشش مع فنان النوبة القديمه، ولكن حكولي عنها، حكولي ذكراكي، حكولي عنك اجدادي وكلموني عن ذكراكي. انا ابنك يا بلادي، انا ابنك الاسمر وطبعي من اصلك، ابن ولادك واحفادك، كان منايا اعيش جواكي واقدر ان اعيش في ذكراكي. زي ما حكولي عنك اجدادي وكلموني عن ذكراكي وقالولي ان الجنه بصفاكي وميتك وهواكي وبتدي من خيرك من شجرك ونخيلك، كان منايا اشوفك يا نوبه وازرعلك جنينك بايدي واعيش جنب نيلك تحت شجرك ونخيلك. ولو اني بعيد منك لكني بسمع عنك وكاني عايش عندك، وما دمت عايش في ذكراكي كاني عايش وياكي يا بلادي. هي في الحياه دي اتغنت في مسرحيه الناس والنهر. الاغنيه اللي جايه ديت انا عملتها اغنيه في قناه الفراعين، غناها الاستاذ محمد ابو الغفور رحمه الله عليه من خلال الاستاذ شمس حسين في حفل راس السنه الميلاديه بعنوان مين زيك في جمالك؟ وهو اشرم كدوده، مين زيك في جمالك؟ يا حلو وطالع في دلالك، يحلى الكون قدامك بخفه ذلك وجمالك، وهو اشرم كدوده، مين يقدر يجاليك ولا حتى يساويك؟ وصفون القمر بيك في طلعتك وهيامك، وهو أشري قدومه، مين يشغل لي بالي ولا يغير لي حالي؟ طليت ولقيتك قدامي، شغلني همسك وابتسامك، وهو أشري قدومه، مين غيرك يزهرني بنظرة عيونك تسحرني، يمر طيفك يلهفني رقة جمالك ودلالك، وهو أشري قدومه. شكرا أستاذ حافظ مكي، أستاذ حافظ مكي الشعبي.